طبعا تحية لحضرتك والفريق الإعداد ولجمهورك ومشاهدينك الكرام. هو الدبلوماسية هي طريقة تعامل الدول، والدبلوماسية لا تكون إلا لدولة ذات استقلالية وسيادة. مزبوط. يعني الدولة اللي لها استقلالية عندها استقلالية وعندها سيادة يكون عندها دبلوماسية. مزبوط. الدبلوماسية هي علاقة طردية مع القوة كمان، بمعنى يعني كل ما كانت الدولة عندها قوة الدبلوماسية بتاعتها تبقى ايه؟ لها مكانتها، ليها هيبة زي ما بنقول. على سبيل المثال امريكا بتعمل اللي عايز تعمله ليه بالدبلوماسية بتاعتها؟ ليه؟ عشان عندها قوة. تمام. حتى عندنا في الاسلام الحق يحتاج الى قوة تحرسه، مش كافي ان يكون انا ليا الحق، لازم أن تكون عندي قوة تحمي هذا الحق. مزبوط. عشان كده الدبلوماسية حلت محل الحروب. زمان كان القتال مستمر في دول العالم والدولة دي تحتل الدولة دي. بالطرق الدبلوماسية الطرق الناعمة بدأ الاحتلال، ما بيكونش عسكري، ممكن الاحتلال فكري، ممكن احتلال عن طريق ترغيب وترهيب، أدي معونات، أمنع معونات، اقتصادي. فهي العلاقة الدبلوماسية دي هي اللي أصبحت سائدة في هذا العصر. مزبوط. نعم.